يقول طفلة تركية تعظفع سامة وترديها قتيل انتقاما منها بعد أن لدغتها من شفتها. عافية بالسباعية، عافية، حقك هذا أهم شيء، حقك. التعليقات تقول ميادة والحية ماتت والطفلة عايشة. اي الحية ماتت والطفلة عايشة، بيش طالبتها ميادة؟ بيش طالبتها ميادة؟ ريما تقول واني اذا ابو بريس بالغرفة ابات بالطرمة. ابو بريس خافا من ابو بريس. يلا اساس انا من شي اسمها الحشرات اخاف. رنا تقول لو بالعراق كان صارت نائبة مستقبلا شنو الربط؟ شنو الربط بينها وبين النائب وبين العراق؟ لو بكل شيء تجيبون العراق لازم تدخلون العراق بكل شيء، يعني ما عندكم غير هذا الشيء، يعني العراق لازم يدخل بكل شيء. يقول او اي حسن يقول واحنا بنات اخوي بس قدرت علي يتفلن علي. بنات اخوك ايش فيهن؟ والله يا حسن ما ادري ايش اقول لك. خالد يقول هاي لو بالعراق هم قال شي يصير يجيبوا هاي لو بالعراق، شي يصير هاي لو بالعراق، ليش لو بالعراق؟ يعني ايش راح يصير لو بالعراق؟ يقول خالد هاي لو بالعراق كان هسه الطفله طير من طيور الجنه لين حتى مصل ضد لدغات الافاعي ما عندنا بالمستوى. والله عمي صحيح، انت صحيح وانا اعتذر منك، زين انت صحيح وانا اعتذر منك، لانه فعلا هاي لو بالعراق كان ما لقولها اي حل.